نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، وها هي انطلاقة شوطنا السادس عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. جائزة جوائز هذا الشوط جوائز نقدية حتى المركز العاشر. انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع، كما ننوه بأن انطلاقة الفترة المسائية في مساء هذا اليوم سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع مقدمة هذا الشوط والاندفاع الواضح وأرى داهية اللي على المقدمة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد مكتوم المكتوم سيب خلفان الغويص في عملية تضميرها. كذلك أيضا عليك مراجعة لجنة التحليل والتشبيه. نتابع المركز الثاني وفي ثاني المراكز الظبي لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، ولكن التسلل في هذه اللحظات من شعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن رايد المكتوم وبقيادة غانم بن مسهر بالقوبع اللي هي الظبي. أتابع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام وأرى القدوم أيضا من سرابة التابعة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية تضميرها وتدريبها. نتابع المركز الرابع اللي في المركز الرابع رهني براقة التابعة لهجن العاصفة وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. الدور دور المركز الخامس وعلى خامس المراكز. من الجانب الآخر اللي في المركز الخامس بتصغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري من يقودها في هذا الشوط. وعلى المركز السادس اللي في المركز السادس الدرعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومع محمد بن عبد الله بن حميدان في عملية التضمير والمتابعة. الدور دور المركز السابع في سابع المراكز اليافل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومع مبارك بن عيسى المطيوعي. بينما اذا انطلقنا الى المركز التاسع بئر اليذابه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي عاشر المراكز اللي في المركز العاشر ارهني محبوبه لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد ال نهيان ويمعى بن رميثي في متابعتها وانطلاقتها على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى. نعود إلى صدارة هذا الشوط، نتابع البداية مشاهدينا ومتابعين الكرام، نتابع المقدمة والظبي من تفرض وجودها مع هذا الانطلاق الجميل والرائع على الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج اللي تنقل الحدث من موقع الحدث من تحفة الميادين. وهذا المهرجان الختامي السنوي الكبير للعرس التراثي. يا سلام يا سلام يا سلام، الظبي على الصدارة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم وبقيادة غانم بن مسفر بالقوبع. نتابع المركز الثاني وعلى ثاني المراكز اللي في المركز الثاني أرهني براقة من هجن العاصفة وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. داهية تاتي ثالثا لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم ومع سيب بن خلفان الغويص في عملية تضميرها وتدريبها. نتابع المركز الرابع وعلى رابع المراكز اللي في المركز الرابع سرابة لهجن العاصفة ومحمد بن راشد بن غدير المتابع لهذه الانطلاقة. الدرعية خامسا، الدرعية في المركز الخامس، الدرعية على خامس المراكز لسمو الشيخ ماجد
بن محمد بن راشد المكتوم ومع محمد بن عبد الله بن حميدان العودة إلى المركز السادس. كي أرى التدخل من اليدابة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرضي الحميري متابعا لهذه الانطلاقة وهذا التحدي الجميل. سادسا من الجانب الآخر ربط صغار لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بالعامري سفير المضمرين يتابع بتصوغان ينطلق مع بتصوغان العودة. مشاهدينا متابعينا الكرام كي نتابع في هذه اللحظات المركز الثامن وفي ثامن المراكز اللي في المركز الثامن التدخل من التدخل من الشبكة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان ومع سعيد بن مبارك الوهيبي تاسعا اللي في المركز التاسع الفايزة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن عبيد الحميري عاشرا اللي في المركز العاشر. نتابع التدخل من بلشه لسمو الشيخ ماجد بن محمد راشد المكتوم ومع محمد بن شيبة السبوسي من يتابع بلشه من ينطلق مع بلشه. هذه نتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى. نتابع صدارة هذا الشوط ونعود مع المقدمة مع الكوكبة الثنائية مع التحدي الرائع وأرهني اللي على الصدارة. الله يا سلام يا سلام يا سلام الدرعية من تنتزع المقدمة تنتزع صدارة هذا الشوط. بالفعل أداء متميز ورغ صباحي جميل مع المقدمة يا سلام والدرعية على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان في عملية التضمير داهية قادمة بكل قوة بكل دهاء أيضا على ثاني المراكز وتركيز أيضا من سيف بن خلفان الغويص مع داهية تعود ملكيتها لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. ولكن يا سلام الشبكة ما تتذكر هذه اللحظات على ثاني المراكز يا سلام لسمو الشيخ سيف بن خريفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي متابعا لهذه الانطلاقة وهذا التحدي الجميل والرائع وبراقة اللي بدأت تبرق يا جماعة على المركز الرابع وثالث المراكز في هذه اللحظات من هجن العاصفة الواثق في عملية تضميرها حمد بن راشد بن هدير. سادسا أرى التدخل أرى الهجوم من سرابة كذلك لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومن الجانب الآخر أرى بلشة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومع محمد بن شيبة السبوسي والقدوم من همرولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان محمد بن سعيد التيلة العامري في عملية التضمير والمتابعة اللحظات الأخيرة العد التنازلي لهذا الشوط. والشبكة انتزعت المركز الأول انتزعت الصدارة انتزعت المقدمة أداء متميز ورقص صباحي جميل والتنافس تنافس على الصدارة. الله يا سلام يا سلام يا سلام الرقص بالفعل الله يا سلام وحان موعد الرقص صدرت الأوامر يا جماعة وبراقة اللي بدأت تبرق. ولكن الشبكة من الجانب الآخر الله يا سلام الله الشبكة وبراقة والشبكة واللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة وبراقة تبرق براقة على صدارة هذا الشوط. تهانينا الهجن العاصفة والتهاني دائما وأبدا للواثق حمد بن راشد بن غدير مشكور على الأداء المتميز يا سلام وبشبكة تحاول ولكن براقة هي الأقرب. تهانينا لهجن العاصفة في المركز الثاني شبكة سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان هيان المركز الثالث لهجن العاصفة المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد أنهيان المركز الخامس الدرعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد الراين مكتوم المركز السادس لسمو الشيخ ماجد بن محمد الراين مكتوم المركز السابع لسمو الشيخ ماجد بن محمد الراين مكتوم. بقية نحيلهم لأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 9 دقائق 22 ثانية جزئين من الثانية توقيت براقة. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد
بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت في المركز الثاني ترفع المسافة في فترة زمنية مدارة 9 دقائق 22 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهنئة لسمو الشيخ سيف بن خليفة لسيفان هيان، تهنئة لسعيد بن مبارك الوهيبي اللي وصلت في المركز الثالث ترفع المسافة في 9 دقائق 23 ثانية جزئين من الثانية. تهنئة لهجن العاصفة وتهنئة للواثق حمد بن راشد بن غدير.